فضيلة الشيخ وفقكم الله، مسح أغلب الرأس هل يجزئ في الوضوء؟ لا ما يجزئ، يغسل يمسح جميع الرأس، وامسحوا برؤوسكم، ما قال امسحوا ببعض رؤوسكم. وأيضا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم معمم الرأس بالمسح. نعم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، فتاوى شرح كتاب العمدة في الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله، مرتبة على أبواب فقهية، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.